سبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها تختفي الفضائل ومكارم الأخلاق والسيم، تفتقد في المجتمع، تفشو فيه الشهوات والملاهي وضياع الحشمة وضياع الكرامة، ويتسلط السفهاء والفساق. صالح عليه السلام قال لقومه: ولا تطيعوا، انتبهوا، ولا تطيعوا أمر المفسدين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لا تطيعوهم، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، احذروهم لأنهم يهلكونكم. نعم.